لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، هيئة علماء المسلمين تحمل حكومة بغداد مسؤولية الكارثة الإنسانية التي تجتاح البصرة. في العرب اللندنية، مبعوث ترامب في بغداد لتقوية حظوظ العبادي في ولاية ثانية. صحيفة الزمان، تحديات كبرى تضع المكونات السياسية بموقف حرج لتشكيل الكتلة الأكبر. في القدس العربي، العبادي سنرسل وفدا إلى واشنطن للتفاهم حول التعاملات مع إيران. صحيفة التلغراف البريطانية، روسيا تحشد بوارجها الحربية في المتوسط تمهيدا للهجوم الأخير على إدلب. في صحيفة الحياة، روحاني ينتظر مصيره بعد خيبة البرلمان، وواشنطن لم تتخلى عن محاسبة طهران. وفي الخليج الإماراتية، كوريا الشمالية، محادثات نزع السلاح النووي قد تنهار. السلام عليكم. رغم تعدد المؤشرات على الخلافات الأمريكية الإيرانية في العراق، فمن الخطأ الاندفاع في رؤية تلك العلاقات إلى حد التعويل والمراهنة على دفع أمريكي لخروج إيران من العراق. يرى في موقع الهيئة نت الكاتب طلعت رماح أن من يقول بإمكانية التعويل على المناورة بين الاحتلالين، ومن يراهن على وصول الخلاف حد صراع الإقصاء بين الاحتلالين، لا يفهم الفارق بين الخلافات حول أنصبة الاحتلال والنهب من جهة، وبين الاتفاق غير القابل للانفكاك بسبب حاجة كلا المحتلين للآخر من جهة أخرى. الأخطر أن من يقول بفكرة المراهنة لا يدرك أن شرط حدوثها لم يتحقق ولن يتحقق. فشرط حدوث صراع إقصائي بين المحتلين هو أن تصبح مقاومة أهل العراق صفراً. لقد تكاثرت مظاهر الخلاف في الفترة الأخيرة بين المحتلين، فقد شاهدنا رد الفعل الإيراني الموبخ والمهين للعبادي بشأن تصريحاته حول موقف حكومته من العقوبات الأمريكية على إيران، وتابعنا ما جرى من صدور قرار بسحب الميليشيات الإيرانية من بعض مراكز المحافظات السنية وإلغاء العبادي للقرار وتلميحه، إلى أن اتخاذ قرار الانسحاب جاء لتحقيق مصالح سياسية لمن يرتبطون بإيران. ووصل الحال أن ذهب البعض إلى موضع المراهن على صراع أمريكي إيراني على أرض العراق بدرجة تؤدي إلى إخراج إيران من العراق، ووصل الحال حد التبشير بفجر جديد للعراق بدون إيران. وبذلك لم نعد أمام أمر وحالة يجب الاهتمام بمتابعتها ورؤية طريقة التعامل الحذر معها، بل أصبحنا أمام تغليب للرغبات والانطباعات على ما هو ثابت أو استراتيجي. والفرق كبير بين متابعة خلاف على أرضية اتفاق وبين تغليب الرغبات وعكسها على الواقع، إلى درجة تصور إمكانية تخلي المحتل الأمريكي عن وجود المحتل الإيراني. الكاتب يقول إن الاحتلال الأمريكي يفهم ويدرك جيدا أن الشعب الذي تصدح أصواته في الجنوب ضد إيران وميليشياتها هو يهتف ضده في ذات الوقت، فإيران هي في ذات وضعية أمريكا ذاتها، والأمريكي يدرك ذلك أكثر من غيره، لأنه هو من فتح أبواب العراق أمام إيران باعتبارهما في وضع تحالف استراتيجي حضاري وليس سياسيا وعسكريا فقط ضد الشعب العراقي، وهو أمر لم يتغير ولن يتغير لا من جهة أمريكا ولا من جهة إيران. نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا أعده غيث عبد الأحد من جنوب العراق، يتحدث عن التباين في مستويات الحياة والفقر
الذي يعانيه السكان العاديون في المنطقة، والنشاطات في مجال تطوير وحفر آبار النفط وضخ الخام منها، وما يجري من تطورات حول البلدات والقرى الفقيرة التي لم تنتفع كثيرا من النشاطات المحمومة في مجال النفط. يفيد التقرير بأن الجنوب العراقي يشهد منذ الشهور القليلة الماضية حالة غليان من استشراء الفساد والبطالة النابعة من انعدام الخدمات واستمرار انقطاع الطاقة الكهربائية ونقص المياه. ويستدرك التقرير بأن سنوات الجفاف وتسرب المياه الملحية من الخليج قامت بقتل بساتين النخيل كلها وبيعت المواشي وجفت الينابيع والأنهار الصغيرة، مشيراً لأن فساد وسوء الإدارة التي سيطرت عليها طبقة من الأحزاب الدينية أسهما في مفاقمة الكارثة البيئية. وتذكر الصحيفة أن الشركات التي من المفترض أن تعتمد على القوة المحلية وإنفاق أموال في مشاريع التنمية أجبرت على الاعتماد على الذين يرتبطون برؤساء العشائر والأحزاب الدينية، لافتة إلى أنه لا يوجد تمويل تقريباً للمشاريع المحلية، ونادراً ما يصل شيء من موارد النفط، فيما قامت الميليشيات المحلية المرتبطة بالقبائل والأحزاب السياسية بتشكيل شركاتها الأمنية الخاصة، وحصلت على عقود مع الشركات التابعة للشركات الأجنبية. ويلفت التقرير إلى أن السكان يرون أن زحام السيارات والشاحنات التي تهدر في الشوارع الجديدة والفرعية هو تذكير بالثروة التي تقع تحت أراضيهم ووضعهم الفقير البائس. ويختتم الكاتب بالقول إن أبناء المحافظات الجنوبية يوجهون معظم الغضب ضد إيران، حيث سمع هتاف إيران برا برا، فالغضب موجه ضد الأحزاب السياسية ورجال الدين والمؤسسات التي تدعمهم وإيران، فهو كما يرى المتظاهرون مسؤولون ومنذ 15 عاماً عن الفشل الذي يعاني منه جميع العراقيين. كشفت صحيفة الحياة عن قيام رئيس الوزراء حيدر العبادي بإعادة تحريك ملف هيكلة هيئة ميليشيا الحشد الشعبي وفقاً للقانون الذي شرعه البرلمان لتنظيم عمل هذه القوات التي وضعها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة. ونقلت الصحيفة عن مصادر عراقية بارزة تأكيدها هناك تغييرات ستنفذ على المناصب القيادية في هذه الهيئة. الصحيفة أشارت إلى أن هذه الأنباء تأتي بعد أيام من إلغاء العبادي قراراً مفاجئاً أصدره نائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس بسحب الحشد من المناطق المحررة، وبعد أسبوع من انشقاق رئيس هيئة الحشد بالوكالة فالح الفياض من كتلة النصر التي يقودها العبادي وانضمامه إلى تحالف الفتح المتشكل من فصائل الحشد. وأعلنت المصادر أن الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس أصدرا قرار انسحاب الحشد من الموصل وصلاح الدين ومناطق أخرى من دون الرجوع إلى العبادي، مضيفة أن القرار جاء كجزء من تسوية سياسية بين كتلتي الفتح وقادة سنة لتشكيل الكتلة الأكبر. وردا على هذه الخطوة التي اعتبرها العبادي ضربة سياسية وحكومية مزدوجة، لجأ رئيس الوزراء إلى تحريك ملف هيكلة الحشد على أن يتضمن ذلك ربط جميع منتسبي الهيئة بالوزارات الأمنية وتسوية رواتبهم وتحديد رئيس ونائبين برتب عسكرية رفيعة لا تقل عن درجة لواء. لكن المصادر أكدت أن شيئا من التغييرات المرتقبة لم يحدث بعد، واكتفى العبادي بتوزيع صلاحيات هيئة الحشد الشعبي على جهات أمنية، وإن بعضا من صلاحيات رئيس الهيئة أوكلت إلى قيادة العمليات المشتركة. وتشير الصحيفة إلى أن المصادر المقربة من صناعة القرار الأمني وصفت الوضع بين قيادات القوات المسلحة العراقية وهيئة الحشد الشعبي بأنه يعزز الانقسام الإداري بين المؤسسات العسكرية ويفسح المجال إلى استغلالها في الصراع السياسي الدائر لتشكيل الحكومة المقبلة. يستطيع المرشد خامنئي أن يجيش الآلاف وربما الملايين من مقلديه بفتوى أو سطر أو سطرين من أوامره،
لكنه من المستحيل أن يصدر بحكم سلطته السياسية أو الدينية الأوامر إلى رئيس الجمهورية والحكومة بوزاراتها لتكليف أصحاب الاختصاص إنتاج طائرة حربية حديثة، ويضع لهم توقيتاً زمنياً محدداً يلزمهم به لدواع إعلامية في توقيتات اللحظة الصعبة أو الحرجة التي تعصف بالنظام الإيراني ومؤسساته المختلفة. هكذا علق حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية على سقوط الطائرة الإيرانية كوثر بعد أول طلعة تجريبية لها. أن تصنع طائرة حربية مثل كوثر بأوامر من رجل دين يعتقد أن العلوم والتكنولوجيا أيضاً رهن إرادته، فذلك ما جرى الويلات على المنطقة وإيران ودخولهما معاً في فوضى الصلاحيات وتنفيذ الأوامر في ظل غياب التخطيط ومستلزمات تراكم الخبرات العلمية وقواعدها الرصينة ومؤهلاتها وجامعاتها التكنولوجية المتناقضة تماماً مع توجهات الجامعات الإيرانية ومدارسها العقائدية المنتشرة في العراق وسوريا وباقي الدول المصابة بهوس الفتنة المذهبية التي يروج لها نظام ولاية الفقيه. سقوط كوثر في بداية طلعاتها التجريبية فتح الباب لتساؤلات تختصر 40 سنة من حكم الملالي للشعوب الإيرانية وكيفية تحويلها إلى إحصاءات دموية في التعذيب والسجون والتفنن في الموت الجماعي في مأساة الحرب الإيرانية العراقية وصناعة الإرهاب والميليشيات والعنف خارج حدودها الجغرافية تحت ثقافة ولاية الفقيه المدعومة بأدوات الحرس الثوري وفيالقه الأمنية وأجهزته البربرية. سقوط كوثر علامة انحطاط لمنظومة الدولة وخضوعها لأوامر أنتجت السخرية والتهكم في ذروة صراع العقوبات، وأكد مدى الاستهانة بالطيارين أو بعموم الحياة الإنسانية للشعوب الإيرانية أو شعوب العالم. وبحسب الكاتب فإن الأخطر أن كوثر وسقوطها الفاضح فرصة لينتبه العالم والمنظمات الدولية إلى ما هو أعمق من السخرية أو الكشف عن تجربة فاشلة تتعلق بسقوط طائرة حربية في إقلاع تجريبي واضح الغايات. فعلى المجتمع الدولي تدارك كوارث الإخفاقات العلمية والأمنية المحتملة للمفاعلات النووية وأماكن تواجدها ومدى الأضرار التي لاحقت بها جراء الزلازل الأخيرة وسابقاتها بما يؤثر على دول الخليج العربي والعراق تحديداً. نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريراً لريتشارد سبنسر بعنوان معظم الفلسطينيين لم يعودوا لاجئين بحسب الولايات المتحدة، قال فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لتغيير أحادي الجانب يتعلق بتعريف اللاجئ الفلسطيني وخفض العدد الذي تعترف به في آخر محاولة لها لتفكيك وإعادة ترتيب الشرق الأوسط فيما يعرف بصفقة القرن. الكاتب يقول إن ترامب وصهره جاريت كوشنر قررا أن 500,000 فقط من أصل 5.5 مليون لاجئ فلسطيني يمكن تصنيفهم كلاجئين، وأردف أن هذا الاقتراح الذي سيعلن عنه الشهر المقبل سيكون جزءا من استراتيجية جديدة تتضمن تخفيض الأموال التي تدفعها الولايات المتحدة للسلطات الفلسطينية. وتابع بالقول إنه في كانون الثاني خفض ترامب المساعدات المخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية من شأنها التخفيف من الضغوط المتمثلة بحق العودة للفلسطينيين الذي يعتبر من أبرز أسباب فشل مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وأشار كاتب التقرير إلى أن هناك أكثر من 2 مليون لاجئ مسجل في الضفة الغربية وغزة من أصل 4 ملايين لاجئ يعيشون هناك، كما يقيم 3.5 ملايين من اللاجئين الفلسطينيين في البلاد المجاورة حيث تتولى الأونروا مسؤولية تعليمهم ورعايتهم اجتماعياً. ويرى السياسيون الإسرائيليون أن 30 إلى 50 ألفا من الفلسطينيين يمكن أن يصنفوا كلاجئين، وهم الذين ولدوا في إسرائيل اليوم، لذا ليس من المعروف كيف توصل كوشنر ليحدد الرقم 500,000.
وختم الكاتب بالقول إنه بحسب الرسائل الإلكترونية المسربة لكوشنر فإنه يعتبر الأونروا من إحدى الأسباب التي تعرقل التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، لأنها تعتبر الفلسطينيين لاجئين مؤقتين في الدول المجاورة التي لجأوا إليها وليسوا سكاناً دائمين فيها. انتقدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الوقت الطويل جداً الذي استغرقته الأمم المتحدة للاعتراف الكامل بالمعاناة الرهيبة لشعب الروهينجا على أيدي حكام ميانمار العسكريين، وأرجعت الصحيفة ذلك إلى أنه ربما كان بسبب تردد العالم في تعريض انفتاحهم السياسي المؤقت للخطر. وقالت الصحيفة إن التقرير الأممي الجديد الذي صدر الاثنين الماضي يجب أن يضع حداً لأي تردد بشأن تحميل الجنرالات وأدواتهم من المدنيين نتيجة ما اقترفوه من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. الصحيفة أشارت إلى أن الإبادة الجماعية هي التهمة الأكثر خطورة التي يمكن توجيهها ضد أي نظام، وهي تعني فعلياً التدمير المتعمد للشعب، ومع كل الإنكار والمراوغة من جانب جنرالات ميانمار فهذا هو ما حاولوا فعله بمسلمي الروهينجا وتم التغاضي عنه بفشل القادة المدنيين في فضح الأمر، بما في ذلك الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي. وأوردت الصحيفة أبرز ما جاء في التقرير المكون من 18 صفحة، حيث أعلنت لجنة تقصي الحقائق في ميانمار أن الفظائع التي يرتكبها الجيش في حملته لتطهير ميانمار من الروهينغا هي لا شك ترقى إلى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي. ووفقاً للجنة الأممية فإن رد الجيش على المسلحين الروهينغا الذين هاجموا مراكز الشرطة في ميانمار وهو ما أدى إلى وصول التطهير العرقي إلى مستوى جديد قبل عام كان غير متناسب إلى حد كبير، مما يشير إلى أنها كانت حملة متعمدة. وألمحت الصحيفة إلى أن اتهام اللجنة بالإبادة الجماعية وتسمية 6 شخصيات عسكرية كبيرة بما فيهم القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه أثار اتهامات لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهلها. الصحيفة ترى أن لجنة تقصي الحقائق تفتقر إلى السلطة لتقديم اتهامات أمام المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة دولية، ومن المرجح أن تقوم الصين راعية ميانمار بمنع أي إجراء من هذا القبيل من جانب مجلس الأمن. ومع ذلك تعتقد الصحيفة بأن هناك علاجات أخرى مثل العقوبات وحظر السفر وتجميد أموال الذين تمت تسميتهم في هذه الجرائم، على الرغم من إنكارهم لها والتحقيقات الداخلية المزيفة التي أجروها. تجري الشرطة في الباراغواي تحقيقاً بعد سرقة 42 بندقية قتالية من طراز فال واستبدالها بأسلحة وهمية على ما أعلن وزير الداخلية أرنستو فيامايور. ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن الوزير إن الشرطة تسعى إلى تحديد تاريخ اختفاء الأسلحة، واعتبر أن الحادثة خطر، ولأن الأسلحة قد تقع بين أيدي عصابات إجرامية دولية. ويعتبر المحققون أن هذه البنادق القوية قد تباع إلى عصابات برازيلية عند الحدود بسعر 10,000 دولار للبندقية، فيما قالت السلطات إن بعض الأسلحة الوهمية مصنوعة من البلاستيك والخشب وتعمل بالهواء المضغوط. وأضاف الوزير أن 90 مسدسا آخر قد اختفى بين شهري كانون الثاني وحزيران الماضيين، مشيرا إلى أنه وبعد اكتشاف عملية السرقة تم إصدار الأوامر بإجراء جرد عام بأسلحة الشرطة.
الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.